أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم إن ربك هو أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك.